السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من ماروكان توريزم. حلقه متميزه، علاش؟ اول مره كنصوروا من خارج الطوموبيل، يعني خرجنا من الروتين ديالنا. وثاني حاجه معنا المبدع امين اللي كيكون ديما خلف الكواليس وراء الكاميرا. الحلقه ديال اليوم غادي نجاوبوا فيها على الاسئله اللي طرحتوا علينا في الكيو ان اي، خدنا لكم فواحد ستوري في انستغرام. بالمناسبه اللي باقي ما ابوناش انستغرام، معليش شنو يدير؟ يتابونا ويشوف ديما الجديد اللي كنلوحوا، ستوريات حصريه حصريه لعيبات هذا الضحك كلشي. حنا امينه وحشومه حشومه انستغرام ماشي يكون مطلق اول مره ماشي مشكل. لا لا دونك ما نطولوش بزاف الدراري، على رقم بعد انترو. ونبداو باول سؤال واللي هو يعني خانوني سهل قرع فهمك ماشي من هنا بارك الله فيك. نقرا لكم اسئله. قال لك شنو هي الخدمه اللي كديروا من غير يوتيوب؟ الخدمه اللي كديروا دونك انا شكون بداو كتا نبداو انا لا نبداو من اليمين. ريسبونسابل اي تي في واحد لا سوسيتي او يوتيوب. دونك ريسبونسابل اي تي سي سوفيان. انا يا انجينيور دو برودكسيون في اون مولتي ناسيونال عندها علاقه بالاوتوموبيل. دونك تبدا من اوتوموبيل. انا ما شاء الله عليكم. ما شاء الله عليكم الدراري. وانت يا ابا سهل؟ انا اخويا ما عنديش علاقه بعيد بعيد كل البعد. لا لا دابا انا الطبيب. طبيب سي الطبيب. طبيب طبيب جراح. باقي شي جراح. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى خير في المستقبل. ندوزو سؤال ثاني باش نتكلف. السؤال الثاني بقريب من السؤال الاول. قال لك اشنو القرايه اللي تبعتو زعما الكورسيج ديالكم؟ اشنو سامح لكاع الناس بان قرايه حتى الباك تدمر الباك تدفع هذا دفعت الكليه الطب ساليت كليه الطب تخرجت صافي سهله سبع سنين ضربت فيها ثلاثه دقائق ثلاثه ثواني على سلام بوسوفيا. انا درت كلاس بريباراتوار مات سوبسبي ومن بعد درت لانسان جيني ميكانيك ومن بعد الانسان خدمتي هادشي بعد الانسان نخدم واش انا كيف ما دراري من بعد الباك درنا تكوين مهني لي ستيا و من بعد تكنيسيان سبيسياليزي و مع دي فورماسيون وصلنا ريسبونسابل اي تي. دوزو للسؤال الثالث. السؤال الثالث على بركة الله. السؤال الثالث قال لك شحال بيكم؟ شحال بيكم في ماروكان توريزم؟ واحد شحال بيكم ماشي في ماروكان توريزم؟ واحد اثنين ثلاثة هما اللي كتشوفوا ثلاثة هو صراحة كتشوفوا جوج ولكن لا فوالا هو صراحة درنا شي حلقات ديكولاب مع دي برودكسيون ولا دراري أخرين تا هما معنا في الدومين ولكن ماروكان توريزم فيها ثلاثة الحروف ام جي تي فيها ثلاثة الناس ثلاثة الحروف ام جي تي والله بديت كندخل لي الشك بديت كنقول أول ام جي تي والسمية ما عندها حتى علاقة بسميتنا بثلاثة سميتو أمين الصالحي سفيان الحاج سهل المالكي دونك ما عندها حتى علاقة بام جي تي ماروكان توريزم. ندوزو السؤال اللي من بعد. السؤال الموالي كيقول whose idea to have a YouTube channel keep up the great work. شكرا جزيلا. المهم بالعربيه شكون اللي عنده الفكره يدير؟ نقدر ندوي انا في هذا السوجي. قول اخويا عقلتي لي قصه طويله تاع عقل اخويا. الحلم بدا منذ زمان طويل جدا ملي كنا كنقراو في سانكيام انا وسهل. المهم بالتفاصيل حنا راه قد انا وامين وسهل كنا ولاد 99 سهل سهل هذو نفس الطريقه سهل ولد خالتي امين جاري وقرا معايا في الكوليج. اي دونك ملي كنا في سانكيام كنا انا وسهل كنحلموا ديما بطوب جير طوب جير فيرسيون ماروكان طوب جير تولي واحد العام ندوزو في دوزيام ولا في الرباط داكشي اللي كان ديك الساعات. المهم ما كانتش ليدي ديال اليوتيوب. موراها جا الباك بدا شويه ديال اليوتيوب كيدخل بدينا كنفكروا في هاد ليدي ديال اليوتيوب. اسمح لي سفيان واخا دابا بديت نفكر شويه علاش بدات كتدخل فيك هذا اليوتيوب مورا الباك؟ حيت قبل من 5 كما قال لي سفيان وحتى مورا 5 كان دائما الحلم ديالي مثلا ندير انجينيور ميكانيك نمشي نخدم مثلا في المان ولا هادي نديرو ندخلو في شي مارك مثلا تكون شي 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 كرون كاطر شي مارك ولا ندير لا مارك ديالي كاع حلم ديال الدراري غادي يكون كبير تصاوب شي شركه ديال الطوموبيلات ديالك خاصه. من بعد الباك ملي تدير داكشي ديال شويه صدمه فهمتي العالم الواقعي كتدخل كتلقى راسك في ميدسين فهمتي ميدسين واش عندها علاقه بشي حتى حاجه وفي نفس الحاجه حتى واخا مثلا حتى في الاول بغيت ندير بريبا من بعد كتشوف راسك غدير انجينيور عادي غتخدم في كوم تكنيسيان في الاول مع اي شركه غتقبل عليك فهمتي كاين شويه صعوبات توجهنا ياك الميدان ديال الصحافه الاوتوموبيل لا بريس اوتوموبيل سيرتو كنتفرج كيما قلتي في توب جير كنتفرج ساعات صغير دبل في تي في اي قناه اي قناه اي حاجه كتفرج فيها كتقول صافي حتى هذه مهنه زوينه صراحه.
نكمل كمل اخويا سفيان. باك صعيب ما يمكنش تدير شي حاجه خاصك تجيب الباك. اوكي البريبا راكم عارفين اللي مدوز البريبا عامين ما كتحكش في راسك. اون فوا سالي البريبا حنا يتعيط لي سهل في التليفون مع عمرني ساعه قال لي سفيان واش منك تي شنو قال لي البلان اللي كنا دوينا عليه شحال هادي. قلت لي انا معاك سالي ديك الساعات كنت دخلت لانسان قلت لي معاك قال لي صافي نديرو عندنا واحد السير فيك عارف القهوه الدرس كان في عبد المؤمن مهم الا كاين شوف اي حاجه كان شي تصويره دار خدينا قبل ما نطلق اي تصويره كانت راه غادي يبدا امين الى القناه راه غادي يبداوها في المونتاج. عندنا دو سيلفي السيلفي الاول فيه انا وسفيان مع القهوه اللي سدات عبد المؤمن عقلتي وي كنا لابسين بين البدونات جيليات راه كانت كتعقل كنوصل لكم التصويره انا نقول لك قبل من هذيك مشينا صورنا البونت كان معنا حمزه التست الاول اول تيست كان مع حمزه مع حمزه الاخ ديال سهل. من بعد صورنا بزاف الحلاقي اللي ما تلاحوش حيت الكاليتي ما عجبتناش وكان عندنا فريمون بروبليم ديال المونتاج بروبليم تكنيك. مشينا الاوتو اكسبو في 2018 تماك تلاقينا بواحد السيد. شكون هو هذا السيد؟ امين 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 شكون من غيره بالضبط كان كيصور في 300 حتى ديما ننساهاش 300 كان من عشاق البيجو كان هو من عشاق البيجو 300 وكان معاك الا بغيت نعقل اسامه ولا رضا اسامه كان معاك اسامه من بعد صافي شنو كدير هنا حنا كنصوروا حنا كنصور شوف حصلنا قيطي وحصلنا قيطي قيطي زعما حصلنا حنا خدامين على بروجي كيصور حنا جدي كنصوروا تحت فينا ما غيصير داك اوتو اكسبو شي حاجه سهل الجواب ديال شنو كدير هنا ملي تنصور ومشكلة ديال الاوتو اكسبو يلاه غادي اوتو اكسبو الا فتي ديك السيمانه ما لحقتيش لي فيديو اخليهم عندك حيت خصك تلوح لي زوف اللي كاينين بحكم القرايه بحكم ديك الساعات كنا كنقراو تعطلنا باش نلوح صافي بحال داك اوتو اكسبو غير سبحان الله دار باش نتلاقاو تلاقينا خيرك راه امين كنعرفو جاري وكنتلاقى به ديما ولكن عمرنا دوينا على هاد لاباسيون ديال الطوموبيلات صافي وحنا ريت عاوتاني تلاقينا في الدرب امين شنو درتي بداك الفيديوهات واش صلحتي شي حاجه قلت لي راه نشوف قلت لي راه نشوف لقيتو كيدير مونتاج بلا صوت ما كيبانش قلت لي امين راه خاصك تبان خاصك تشوف تبان في لا فيديو كدوي فهمتي تكون اكتيف فلوس قال لي لا انا جو بريفير غير نصور ندير مونتاج دار لي الطاط انا وسهل هز علينا نديرو لي ريفيو لي تيست درايف ما عندناش بزاف مع المونتاج وتصوار في لابارتي الاخرى كاين امين عزيز عليه المونتاج ديال الطوموبيلات عزيز عليه التصوير قلنا نكملوا بعضياتنا بروبوزينا هادشي درنا ان بوان كنتي قلتي لي قلتي لي الدري تلاقينا به ديك المره سلمنا عليه راه صاحبي تيقرا معايا تلاقيت معاه راه بغى حتى هو عنده الاستعداد باش نديرو زعما ندخلو نديرو شي حنا فيها حنا ثلاثه ياك yeah. صافي قلت نتلاقى تلاقينا عاوتاني فواحد القهوه اخرى فين تلاقينا؟ ها؟ لا في ماكدو ديال دوما كاينه التصويره ان شاء الله حتى هي نزيدو كاينه باقا عندك انت التصويره موجوده تصورنا في حلبتها ديك الساعه كيفاش انا تنشوف الدراري لا لا ضروري تلاح الا كاينه ضروري تلاح موجوده وتما بدات قصه لافونتيغ لافونتيغ ديال السمية كانت واجدة واقيلا السمية كانت واجدة السمية قبل نقدر ندوي حتى في هذه القصة السمية قول شي أسئلة الدراري ديالكم شوف سفيان تبارك الله عطيتو ستوري تيلر السمية كيفاش درنا ليها كنت كنقرا المهم كنجي في طرام حتى لعبد المؤمن وكنتلاقى بسهل جوج عشيات من جوج للعشية نقول لك الساعة السبعة كنجلسو في قهوة كو بوغ السمية السبعة نقول من ثلاثة لعشرة كنا كنبقاو فريمون قسم بالله سمحوا لي على قبل السمية جربنا كاع لي كومبينيزون اللي ممكنة باش في الاخر لقينا هاد السمية من درنا بروبوزين على امين كان كتب اوكي بيغ فان عجباته بزاف صح حتى هو كان داير سميه اخرى ومن بعد من بروبوزين على السميه كان ما كانش عنده مشكل وشهاده قال سيتي سهل مول مورا كرون توريس كامل صراحه كان حيت كل واحد كيعطي فكره كل واحد كيعطي فكره مي السميه كتسميه كان سهل اللوغو حتى هو قصه طويله كانت عندنا واحد ليدي انا وسهل ديك الساعه باقي ما تلاقيناش امين وباش نديروها فريمون كانت صعيبه وما صافي دابا دازت ثاني شوف عشان نقول الصراحه لا في السميه لا في اللوغو
بلوز اوموان راه كانت واحد السهوله باش تلقى شي لوغو زوين او شي سميه زوينه بزاف. ولكن حنا في المغرب صراحه كنا مع الاولين اللي داروا شي واش العالم راه كاين بزاف الناس اللي قبل منه كدير شي سميه ولا شي لوغو وبالعكس بافو كديرها من راسك حتى كتجي كتلقى ديجا كاينه كتقلب عليها بافو شي حتى انت ما عارفهاش كاع كتقلب كدير شي طاح في راسك كتبان لك كاينه ولا قريبه لها بزاف. وكان بزاف السميات اللي كنا درناهم وقلبنا عليهم ولقيناهم كاينين ولا غتبان ناقل منهم واخا انت ما لقيتيش منهم راه تبان ناقل منهم فهمتي. المهم دونك اللوغو حتى هو كان معنكش المهم واحد ليدي كانت زوينه عندها علاقه بالمغرب وعندها علاقه بالطوموبيلات. ولكن نهار تلاقينا مع امين صافي قلنا خصنا نبداو هذاك اللوغو غيخلينا الوقت بزاف بدنا نديرو واحد بروفيزوار هو اللي بقى حتى دابا هو اللي بقى حتى دابا وفهمتي انا ولا عزيز عليا بزاف احسن من داك اللي كنا نديرو صافي تاخر غير يخصها خدمه اكثر حيت لو ثاني كنا داخلين في ماروكان توريزم كون كوره هوايه في هذاك الشيء ديال فهمتي كل حاجه تحرش راه فريمون منشهور حنا كنا كنصوروا لقينا خدمه لقينا خدمه هوايه ولكن خدمه ديال بصح خدمه ديال المعقول. بالمناسبه بصوا فين ندوز واحد السؤال اخر بلاتي 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 اللوغو نكملوا اللوغو اللوغو خويا اللوغو مناش انسبيريت. المهم انا كانت ليدي ديالي ديال انسبيرو من الاي بي تي الناس انت قلتي منين خديتي دابا ابيتي وكان بلاتي وسهل وامين هو اللي تكفل التنفيذ الكلي تكلف باش تكفل زلت لسانك بالمرة داك اللقاء صافي قلتو لنا اللوغو دغد لي اللوغو بحال ديال الابيتي عندك تي في الاخر فروقات تاعي بحال ديال الابيتي كنا بدينا وقيلا بدينا صورنا ولكن ما لحقناش ديك الحلقه صورنا ما تلحقتش وشنو اللوغو درنا واش درنا قبل ديك جراند تور ولا مورا ديك جراند تور ديك الجي تي ديالهم اللي فاتي تي قبل قبل منا المهم ما كناش فينا صراحه زعما انا ما تانسبيريناش منه. دونك سهل سي بلوتو اسم انا سي بلوتو ديزاين لوغو وامين تكلف تنفيذ الكلي تنفيذ تكفل بمصاري تكفل انجاز اصاحبي تسي الاحمر لا لا كنتو غادي بزاف هذا السؤال. واحد السؤال اخر حتى هو بحال هادشي قال لك شحال كياخذ منكم ديال الوقت تصوير فيديوهات حتى كتعطلوا بزاف كاين اسئله اخرين بحالو شحال كياخذ منكم ديال الوقت التصوير شحال كياخذ منكم ديال الوقت انه هذا السؤال تعاود بطرق مختلفه المهم شحال ديال الوقت بزاف بزاف حيت كتعطلوا بزاف حيت كياخذ الوقت بزاف صراحه بحالاش يلا قول مثلا دابا التصوير ديال الحلقات عندك جوج احتمالات عندك احتمال تمشي تاخذ كليون مثلا اللي غادي يفرض عليك هو شنو تقول في الحلقه ديالك ياك عندك احتمال تمشي تاخذ الطوموبيل دبر على راسك تمشي تكريها تاخذ عند صحابك كيف ما درتي لا تاخذ على راسك ملي كتكون ديالك كتقول فيها اللي بغيتي ملي كتكون ديال شي كليون مولاها كيكون عندك واحد شويه ديال المهم توجيهات او شي حاجه بحال هكا لغه بيضاء باش تاخذ القرار ديال هاد الطوموبيل ناخذ من هنا ولا من هنا وباش تطيح لهاد الطوموبيل في الوقت ديال اللي انت خاوي حيت حنا كنا خدامين زعما عندنا الوقت ديال القرايه ديال الخدمه ديالنا وباش تطيح حتى في الوقت الحر ديال داك اللي غيعطيك الطوموبيل اللي هو سواء مولاها يعني مثلا الشركه ديالها او هذا كيكون شويه الوقت على الاقل واحد السيمانه ديال الهضره ديال الواتساب انستغرام لي زيميل الى اخره ملي كتلقى الوقت عاوتاني التصوير صراحه ما تديش بزاف وا صافا ما بين ثلاثه سوايع الا بغيتي جوج سوايع ثلاثه سوايع فريمون شي حلقه عاديه رابيدو سكيبتوس ضربه كتلصق كاع لي برون كاميرات كاملين كيسقط طق تبقى خدام ما كتحبسش امين كيتكلف كيخشي لك هذاك التليفون شي بقى يسمع يقطع يصاوب داكشي المهم وباغفوا الا كتحرج مثلا المونتاج كيختل ثلاثه سوايع ايام متقطعه في المثال مثلا نقدروا اثنين نبداو نقلبوا على الطوموبيل كيفاش غادي الوقت اللي غنصوره وداك الشيء كنتفقوا مثلا على الجمعه او السبت او الحد او يومين مثلا كيجي ناخذوا السبت او الحد شي حاجه بحال هكا يعني احنا السيمانه الاولى ضيعنا في بريباراسيون حتى بريباراسيون ديال السكريبت وكتوجد السكريبت كترجع حلقات عاوتاني منهم كتانسبير على نفس طبيعه الحال كتكون انت اصلا عندك واحد الباجاج وداك الشيء وباش ما ديرش بحالهم كيفاش واحد دار حلقه هي مثلا ماشي في المغرب نيت المغرب دار تيست درايف ديال ديك الطوموبيل ولا درتي انت تيست درايف ديال ديك الطوموبيل واخا طريقتك ما زدتيش شي حاجه خصك تشوف حلقه غاتيها شويه معطله تزيد شي فالاجو دي فوال كتحاول تبدل المعلومات من حلقه لحلقه بارفو كدير التاريخ بارفو كدير الشكل الخارجي اكثر على حسب ممكن شي حلقات اللي كياخذوا لنا بزاف الوقت مثلا الكوغا والكوبرا خداو لنا وقت بزاف مورات كتمشي عاوتاني السيمانه انت مثلا سوانا سبت الحد امين عاوتاني كتكلف اثنين ثلاثه اربعه الخميس عاد كتلاح الجمعه فيها المينياتور فيها الفوتوشوب ديال باش تقاد داك الشيء فيها ياك الايديتين الصوت حتى هو راه كان شي مشكل بحال الكوكا حيت مثلا خدينا بلون داك الشيء اللي كنا بغينا نديروه طبقناه في كوكا. بالمناسبه كنشكروا خويا نوفل نوفل يا نوفل شكر كثير نوفل
وكنشكر بهذه المناسبه انا كاع الناس اللي عطاونا الطوموبيلات كاملين كاملين كنشكروا كاع كاع الناس اللي عطاونا الطوموبيلات حيت فهمتي كان من اول تيست درايف اللي ما تلاحش تيست درايف الاول كنا تلاح فلاشين كنا نبداو بليون اف ار جبدي في ايامها السي عبد الغني ما تلاحش الاول تلاح هو ديال صطافي صاحبي صالح وشوف كلشي بسميت في الاول صراحه اللي عاونونا بزاف هما صحابنا اللي زعما العائله ديالنا العائله القرابه اللي كيعرفونا قبل ام جي تي صحابنا اللي كيقراو معنا فهمتي حساب في لافاك حتى سميتها لانسيم وداك الشيء صحابك انت العائله ديالنا ومن بعد شويه لا شين كدير شويه لي زابوني ديالها ولاو لي زابوني لافاك دوك 1000 الاولين 10000 الاولين ولات عندنا العائله ديال ام جي تي اللي هما نتوما طبيعي الحال كيديروا معنا في انستغرام والله هذيك الساعه كيخلي كومونتير في يوتيوب ولا في انستغرام كيقول لك عندي سياره فلان فلانيه بغيتي دوزوها ها كاين هكا هذا راه هذه راه كيسيون ديال مين كتجيب الطوموبيلات حتى هي كاينه المهم السؤال بحال هكا حنا نجاوبوا عليه دابا لا بلوبار ديال الطوموبيلات اللي صورنا في ام جي تي كما قال سهل هما ديال الاحباب والاصحاب والاصدقاء والعائله وداك الشيء علاش كاين لا كريديبيليتي ام جي تي كتميز بالمصداقيه زعما هذه حقيقه لانه هذا تبارك الله شي 4 سنين 5 سنين حنايا في ام جي تي 2018 راه اربع سنين كنحاولوا نلعبوا على ليماج ديال ام جي تي تكون مصداقيه وداك الشيء علاش ما كنشوفوش اشهارات ما كتشوفوش اشهارات دو بوين دو فيو كو هاد الاشهارات الا غنديروهم غنديروهم مع ناس حتى هما كريديبل فهمتي كيجيو جاونا بزاف العروض مي كيكون شي حاجه اللي حنا اصلا ما تيقناش فيها نعطيو لكم نتوما كعائله ونقول لكم فوالا راه هادي راه مزيانه داكشي علاش كنكونوا سيليكتيف زعما كنختاروا بدقه مع من نديروا لي كولاب هاد المناسبه السؤال ما كاينش هنا الصراحه ما تطرحش ولكن حتى في انستغرام جميع الميساج اللي كيوصلنا في انستغرام كيسولوا على مثلا طوموبيل واش هادي احسن ولا هادي بارفو كاين المساكين اللي كيتخفينا بزاف حتى كيقول لنا واش عطوني سميت شي كوميرسيال ولا عطوني في اينا ميزون نمشي نسول على الطوموبيل ولا الطوموبيل مثلا هاد لا مارك ولا هاد لا مارك في 100% ماشي 90% في 100% كنجاوبوا بلا مارك اللي كتصلح يعني بافو كنفضل ما نجاوبش السيد تقول لي مثلا بجوج مزيانين هادي ولا هادي بجوج مزيانين ولكن الا كانت غير واحده احسن من الاخرى كنجاوبكم دائما بصراحه في انستغرام ها شنو تاخذ علاش ولا بافو راه بجوج مزيانين ولكن هاد السيد تصلح ليها الطوموبيل وهاد السيد تصلح ليها الطوموبيل الاخرى من الاخر كنديروا هادشي باغ باسيون اي باغ امور بوان فوالا سؤال اخر بصراحه السؤال ما تطرحش لينا نهائيا ما عرفتش واش الدراري يحشموا منا ولا ما عرفت شنو سولناكم قلنا لكم حتى الفلوس شحال كنربحوا بغيتي تسولوا سولوا تحت فيكم مطرح السؤال سبحان الله العظيم ما بغيتش نعرف شحال كنربحوا كاع لا لا شوف اللي بغى يحل شي شين يوتيوب اللي بغى هذا عادي سول شحال كتربح فهمتي انتم متبعينا من حقكم تسولونا وحنا من حقنا ما نجاوبوش ولكن الله سنجاوبوا بالله فهمتي لا فهمتي كما قلنا حنا عائله بسم الله شكون سكتوا الدراري واش حتى الفلوس لا قلال بزاف فلوس دوينتها هذا واش كثر بزاف ولا قلال بزاف يا ابي واش غادي نقول لك الفلوس كاملين كيمشيو في الماتيريال وكان انفيستيو فيهم في لاخر ديال الخرا كاين سؤال ديال الماتيريال دوك تديتو كاين كاين شوف باش خدامين زعما احسن احسن جواب هو الجواب امين خلاصه هي صراحه الفلوس في الاول في اليوتيوب ما تيكونش فلوس بزاف ياك من بعد ملي كتكون اكتيف بزاف وكتلوح حلقه في السيمانه وكيكون المشاهدات بارفو فيديو داكشي كتخسر عليه ديال الفلوس اكثر من داكشي اللي غتربح منه يعني تخسر 400 500 درهم ما بين ديبلاسمون مازوت تمشي ديك النهار ولا يومين ثلاثه انت كتمشي بحال تمشي الرباط شي هادي كتصور لافاج ديال الطوموبيل بارفو مثلا الطوموبيل كتبقى عندك انت خاصك ديرها مازوت وداكشي مهم لي فري كتكلفهم كامل راسك باش يكون فيديو كما قلنا فيه شويه المصداقيه وملي كتربح منه كتلقى ربح شي منه مثلا 200 درهم 300 درهم في فيديو واحد ياك ملي كتكون بارفو اكتيف بارفو لاك بارفو فيديو كتخسر عليه والو خسر عليه 100 200 درهم او والو كاع كتكون طوم ديال صاحبك جا خلاها لك مغسوله ناضيه بحال مثلا فيديو ديال طوامي ويت هذا الاخر عندك شكون الخير اما راه كاع الدراري صحابنا ولا حتى صحابنا ديال ام جي تي اللي يعرفونا من ام جي تي كلهم زعما الله يعمر هذا كتخسر على الفيديو والو كتربح منه فلوس اكثر مثلا ولكن المهم في هادشي كامل هو ان هذوك الفلوس كاملين كاين شي بركه صراحه كاين شي بركه نقولوا شحال بالضبط نقول شحال بالضبط تعيش الواحد شحال بالضبط غير من يوتيوب بوحدو من يوتيوب بوحدو تقريبا واحد 2000 دولار ياك اللي وصلت 2000 دولار في المده كامله في المده دولار خير يقولوا الناس جوج المليون في مده ديال 4 سنين فيها الضريبه واقيلا ولا بحيد من الضريبه ما دخلش حتى كيدخل بزاف في يوتيوب ستوديو يعني داكشي اللي بقى لينا نت لا ماشي نت
ضروري كتحيد منها بحال حيد من واحد 30% ديال الدار جوج المليون في في اربع شهور اربع سنين ثلاثه ديال الناس فريمون شي حاجه ماشي قليله ومزيانه. واهم حاجه في هذه المعلومه كامله ديال الفلوس هو ان صح الفلوس راه مزيان يعني مقارنه مع شي واحد اللي كيقول لك راه جوج مليون مزيانه ما كرهش جوج مليون من ناشين يوتيوب مزيانه وهي كي راه قليله مقارنه مع اربع سنين كما قال سفيان حتى واش انا راه ما كان محتاج واحد ما يتحبط ويقول لا راه جوج المليون انا من حاجه شين يوتيوب حنا راه كنوقفوا بزاف كنلوحوا مره في السيمانه وغير السيمانات ثاني واحد مصدر اخر مصدر اخر حنا مازال غنجيو لكم ليه مثلا ولكن اهم حاجه قلنا كيمشي كيمشي في ماتيريال ياك بروجيكتور الاضاءه الميكروات الكاليتي كيمشي الكاميرا تريبي الجو برو الاولى الجو برو الثانيه باش تاخذ ديبلوم مختلفين ها كاين 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 ماتيريال تخدموا كيمشي في الفلوس دوي عافاك خد اخويا خد باش بدينا التصوير الله ها هو عزيز عليا راه حتى انا مهرس وداكشي ولكن عزيز عليا هذا هو اللي باش بدينا التصوير صافي راه باش نفيق كان انت ويت ياك و 7 بلس وراه كنسجلوا الصوت في شي ليكيت فليكيت هذاك هذاك جبت داك الشيء اللي سجلت غير ليكيت ليكيت عاديين كنسجلوا الصوت في تليفون اخر الفيديو في الايفون على الدراري نتوما ولاد فلوس شي كذا قاتي شي كومونتير كانوا كانوا دي كومونتير بحال يقول لك اخويا انت يا عيان لقيتي فلوس لقيتي بيئه ملائمه ماشي نتسناو حنا تنشريو تنشريو كاميرا ولا نجيبو دي ميكروسون في العاد باش نبداو بينا بداكشي وصراحه تقتو فينا تقتو بينا في الاول كانت ملي كتفرج بهذا الفيديو في الاول كيبان راه كاين فرق كاين الفرق ومع ذلك الاول كنا كنسمعوا زعما التشجيعات عارف ان الناس الاولى تاخذ فينا صراحه حتى دابا راه باقيين يعني قدام غادي شويه مازال مازال حنا ديما في لافاز ديال ديال لاميغواس وكاين صراحه مصدر اخر ديال الرزق ديال الرزق علاش اللي بغى يدير يوتيوب كوم الحرفه ديالو حرفه بغى يديرها اما اللي خدام ما غاديش ياخذ يوتيوب مصدر ديال الرزق هما الاشهارات اشهارات في كونت انستغرام في كونت يوتيوب الا درتي اشهار ديال شي واحد اشهار ما يكونش مصداقيه خصك يعطيك هو شي حاجه مكتوبه كتقولها راه كيكون صعيب اجيو الفلوس على حساب الزابوني ديالك اي واحد اي يوتيوبر دابا كيجيو في الميل ديالو كيجيو بزاف ديال الاشارات يوميا يوميا كتسيط الاشارات حنا براسنا كيجيونا بزاف الاشارات ولكن ما يمكنش تقبل على شي حاجه اللي ما عندهاش علاقه اصلا بالدومين مثلا بحال مثلا غير السيمانه السيمانه اللي وصلوا الميساج اللي وصلوا في السيمانه مثلا واحدة ديال ليد داك اللي ديال الطوموبيل بحال هكا ار جي بي هذا كيقول لنا اشعار هذا هذه غتصيفطوا لك مثلا ارتيك ولا جوج غدير بهم تيست درايف في الاول كاين داك ديال اللوغوات ديال الطوموبيلات مثلا اللوغو الضوء شي حاجه صبر ديلا هذه ابليكاسيون اي حاجه شي لوجيسيال في البي سي ولا شي حاجه يعني شي حاجه بعيده على لاشين ديالنا وداكشي علاش كاين كاين اللي مثلا اللي باغي يدير الخدمه من حقه من حقه يدير اشاره بيان سور نشوف تاخذ واحد 30 دقيقه في الاول ديالنا حيت لاشين ديالنا عندها علاقه بالطوموبيل ما عندهاش شي حاجه اخرى ستيل دو فيغا كدير فلوغ ولا شي حاجه شوف في الاخر كيبقى كيبقى دي برانسيب اللي كتكون حاطهم انت وكتبعهم دوزو السؤال. جو بونس كاين دي كيسيون فهمتي تكنيك ما عرفتش ندخلهم في ابيزود اخر صراحه كاين شوف شي وحدين نجاوبوهم شي وحدين نديروا الفرزيات ولا بلاش حشوم حنا عندنا حنا اون فامي فهمتي ما يمكنش تفرق ما بين خوتك وحبابك شوف اغلبيه يعني دورتك دابا الناس اخويا جاي يدور عليك الدراري اي دور عليك والله ما نخلي شي واحد يكون بلا جواب غنجاوبكم كلكم في بريفي مثلا مثلا سؤال واش كتنصحني بدو فيديو 104 يعني مرسيدس كلاسي كاريه كتجيني بزاف فاز اون كاين اللي كيدوي على البياس ديال الفولفو واش هو فعلا موجود ولا غير اشاعه اشنو كما قلتي نجاوبو كتقول لك اكور انا نجاوبو بريفي انا كنجاوبكم فهمتي نجاوبو هاد نجاوبو في بريفي باش ما يجيش حلقه طويله ياك وعليه نلعبو بلاتي الدراري صدتو الصراط المستحيل دابا استاذ شحال من سؤال هو فين غبرتو غبرتو استاذ وهاد المده كامله حنا كنتسناوكم السؤال وفي الجديد تهربنا اي بغيت تهرب السي امين من السؤال انت عارف السبب يلاه يلاه جابو فين غبرتو هاد المده لا ماشي هو شي امين ماشي امين فين غبرتو هاد المده الشباب غبرنا في الحياه فين غبرنا المهم كل واحد كان عنده دي زونغاجمون سهل جو بونس اسمعني نجاوب على السؤال صوفيا انا شوف محامي للدراري صحابي انا يلا جاوب اخويا بلاصتي كيما صحيكم امين الكورس سفيان الكورس مع قبل ام جي تي
انك الوقت عامر وجات ام جي تي فواحد الوقت اللي شويه ماشي فارق ولكن جات باغا سكولير ما انا ديك الساعه كنت دوز عامي في لافاك ولا عندي شويه ستابليت عارف السيستم باش كتفاليدي باش كتقرا باش كتاخذ الوقت ديال ستاج والوقت ديال الخدمه ديالك وداك الشيء سوفي انت هو حيت ديال البريبا كونش كود انجينير امين تو ديك الساعه سال لي استيا ديالو وبدا في لي فورماسيون لي مو بلوز او موا يكون فيهم حر من بعد واحد المده ديال 4 سنين او 5 سنين ديك الساعه انا كنت العام السابع ديالي يعني في التخرج في لاتيز في ستاج ديك الساعه تيكون طون بلان يعني في خدمه 24 ساعه كتكرر شحال من مره في خدمه بعيده على الدار شويه الى اخره سوفي انت هو ديك الساعه سالا قريتو وبديت الخدمه واثناء كيقلب على الخدمه وصل الخدمه وخدم وهذيك الخدمه والشهور الاولى ديال الخدمه يعني كتكون ديما سي اون فاز دو ترانزيسيون من القرايه للخدمه يعني عالم اخر عندنا كاملين خصك تادابتا معاه باش تادابتا صعيب انك تكون كدير شي حاجه اون باراليل فهمتي يلا كتفوكاليزا 100% على داكشي اللي كدير فيه او سامين نفس الحاجه سامين امين شويه صراحه كان متوفر اكثر منا كان مرات يقول الدراري كان كيدير لنا دراري دراري كيدير دراري تحركوا راه كنسنى فيكم ها تايم از ماني وكنشكروا نيت من هذا المنبر امين لانه بقى ديما اكتيف لا في سيت ويب ولا في انستغرام باركونتر انا كنت شويه صراحه هذا هو المونتاج عشان تقول حق ثلاثه كنا كان واحد كنا نربح فلوس بوحدو هذا هو المونتاج ثلاثه كتدخل كتلقى واحد مجاوبك على الميساج في انستغرام الله واحد اخر مجاوبك على الكومونتير الله واحد اخر عليك بوست فهمتي هو كيشوي التعاون انت كتشوي التعاون صراحه وحنا خوت حنا كاملين خوت حتى هو نزيدو اخر كيسيون ياك باش ما نزيدوش فريمون طولنا بزاف قالك اسيدي شنو لي فواتور اللي دوزتي بيرسونيلمون زعما الطوموبيل اللي دوزنا حنا لا 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 الطوموبيلك انت الشخصيه انا دابا صراحه الله كنقلب على الطوموبيل ديالي مي طاريح باش كنمشي للخدمه باش كنمشي للخدمه بالطوموبيل ديال الدار اون ذا جاز عاتبان بزاف نعم الكواليس الكواليس كاميرا كار ديالنا اول يوم لاصق في حياتي هي اللي دابا نيت كتمشي بها دابا كبيره باش كنتحرك قول الفياتو فيات مزيانه تاعنا بالمناسبه ولكن راه باقي المهم يلا تنقلب شي واحد باغي يبيع لي ولكن بلاتي نقول الفوار قالك لي دوز سيزون صافي المهم الطوموبيلات اللي كان اللي ما بحال ديالك ديالك ديال الدار بحال بحال دونك الفيات بونتو والهوندا جاس كورولا شويه كورولا شويه الله يرحمه ويسع عليه جيد جدا اش كتشوف فيا سير وانت دابا انت كتشوف فيا انا صراحه بديت بحال بحال سفيان بالفيات بونتو تيزي ياسك بزاف صراحه ملي الله شتي بيرمي سكودا سوبرب حتى هي مسكتها شي ايام هي ديال خويا ماشي ديالي دونك مسكتها ماشي بزاف ولكن تحركوا بها والطروبيل ديالك الطروبيل اللي خديت هي الطروبيل اللي ما كنتش كنتوقعها اللي هي البي ام سيري ان علاش بدا لي توقع لاني تاني مثلا انا لا لا يلا وليت بيبر حتى شريتها فهمتي صراحه كنت العشق ديالي كنت كنت كتمرادتي ديال بصح انا كنت باغي كنت باغي اول طوموبيل تكون سيريس حيت انا ما كنتش معول على الدار غير شي طوموبيل وهذيك كنت معول تخدم هذا نتوكل على الله غير شي طوموبيل كنقول سيريس ان شاء الله تكون اول طوموبيل ديالي ومنين وصلت للحظه ديال الدار غيتبرعوا لك شي طوموبيل فهمتي كتبقى تقلب وداك الشيء الى اخره انت بغيتي هادي وما بغاوهاش ليك وبغاو لك هادي انت ما بغيتيهاش الى اخره المهم كني جات في النص هي البي الثمن ديالها شويه ناقص على المرسيدس بزاف حيت انا حتى هو كيقلب دابا على المرسيدس حتى توقع لي وقت باش شي بي ام ياك المهم اش قلتي لي المهم انا اوبن زعما اي حاجه شوية بويسونس كاينة شوية المتعة شوية الباسيونس اللي كتعطيها لك صافي هذا ما كان وبهذا نكون قد انهينا حلقة اليوم نتمنى يكون عجبكم الكونسيبت غيجيو حلقات اخرين اللي غنكونوا فيهم ثلاثة ماشي بكيو ان دي بيتيتر إلا كنتو باغيين بيان سور على شي حاجة تكنيك مي غيكونوا شي حاجة مختلفة شوف نجيكم من الاخر فقال التحديات الدراري ضروري نديروها تحديات عشيد ضروري ان شاء الله شي حاجه جديده فلاش ان شاء الله يلا داري كلمه اخيره شكرا باش نشكروا كاع الناس اللي وصلوا حتى هنا ما خزوش حتى شي بارتيا في الفيديو راه كعرفتي كلشي على ام جي تي اللي كيف كامله وصلنا دابا الدراري قلنا نقول الله يعاوننا يلا تلقاو بحلقة جديدة مع بلان جديد ومن هنا لتما كنقول لكم تهلاو في راسكم